وللمزيد حول استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 نتواصل الآن على الهواء مباشرة مع شبكة مراسلينا المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، والبداية من محافظة المحرق حيث ينضم إلينا مراسلنا عمار العماري. عمار، كيف تسير عملية التقدم بطلبات الترشح في اليوم الثاني في محافظة المحرق؟ نعم مريم، أتواجد من مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية. الأجواء بشكل عام إيجابية، الإقبال مستمر، ربما يكون أقل نسبيا مقارنة بيوم الأمس حيث كانت شهد اليوم يوم أمس نسبة الإقبال الأكبر استقلالا للزخم الإعلامي الذي يصاحب اليوم الأول. دعيني زميلتي مريم أن أسرد لكم في عجالة بعض الأرقام، حيث بلغ عدد مجمل المترشحين من يوم الأمس وحتى هذه اللحظة أكثر من 60 مترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، ومن المتوقع أن تفوق أعداد المترشحين لهذه الانتخابات أعداد المترشحين في انتخابات 2014، حيث كان عدد المترشحين لمجلس النواب 60 مترشح والمجلس البلدي 56 مترشح في محافظة المحرق. للحديث أكثر حول اليوم الثاني واشتراطات الانتخابات يسرني أن يكون معي سعادة القاضي جعفر يوسف الجمري نائب رئيس اللجنة الإشرافية في محافظة المحرق. سعادة القاضي، ما هي الاشتراطات التي يجب توافرها للمتقدم على طلب الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية؟ بداية يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى تلفزيون البحرين على هذا الجهد الدؤوب وهذا العمل المتواصل للتغطية لهذا العرس الانتخابي الذي تشهده مملكتنا الحبيبة الغالية، والذي إنما هو إحدى ثمار المشروع الإصلاحي الذي دشنه وبارك وجوده جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أما بخصوص السؤال المتقدم بشأن أهم الاشتراطات اللازمة للمترشح النيابي في مجلس النواب، فقد نص القانون المرسوم بقانون رقم 15 سنة 2002 على عدة بنود معينة تشترط لوجود الترشح لهذا المجلس. أولها أن يكون المترشح بحريني الجنسية، وأن يكون على من اكتسب يمر على من اكتسب هذه الجنسية 10 سنوات، وأن لا يكون لديه ازدواجية بجنسية أخرى، أن لا يكون مالكا لجنسية أخرى غير الجنسية البحرينية. كذلك ثانيا أن يكون مجيدا للغة العربية قراءة وكتابة، والشهادات طبعا أو المؤهل الأكاديمي خير قرينة على إجادته لتلك اللغة. ثالثا أن يكون اسمه مدرجا في جدول الناخبين للدائرة التي يترشح فيها، وأن لا يكون رابعا طبعا أن لا يكون قد حكم عليه في جناية حتى لو صدر عنه عفو خاص أو رد إليه اعتباره، وأن لا يكون قد حكم عليه في جرائم عمدية بالحبس لمدة تزيد على 6 شهور حتى لو صدر عنه عفو خاص. هذا أهم وأبرز الشروط الواجبة لقبول الترشح في مجلس النواب. أضف إلى ذلك في المجلس البلدي، للترشح في المجلس البلدي أن يكون متمتعا بكافة الحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 2002، وأن يكون يقدم طلبه مشفوعا بتزكية لعشرة ناخبين من ذات المنطقة التي أو ذات الدائرة التي يترشح فيها، وهناك دليل للمرشح مدرجة فيه كل تلك النصوص وتلك البنود. شكرا. نعم سعادة القاضي جعفر يوسف الجمري، شكرا جزيلا لك.
إذا كان هذا ما لدي لليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح هنا في مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق، وعودة إليك مريم فلسطين. شكرا لك الزميل عمار العماري. ومن المحرق إلى محافظة العاصمة، حيث ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن المدفع. عبد الرحمن، لو توضعنا في الصورة في اليوم الثاني من محافظة العاصمة. نعم زميلتي مريم، متواصلون في هذه التغطية المستمرة والمتواصلة لعملية تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في مدرسة خولة الثانوية للبنات، مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة. الإقبال اليوم بشكل عام كان جيدا متفاوتا، زادت وتيرته خلال الساعة الماضية كما جرت العادة خلال فترة تلقي الطلبات، بحيث يكون اليوم الأول والأخير هو الأكثر إقبالا وحضورا من قبل المترشحين. يمكنني أن أؤكد لكم بأن عدد المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة قد تجاوز 50 مترشحا، ما يؤكد بأن عدد المترشحين لعضوية مجلس النواب في محافظة العاصمة لانتخابات عام 2018 من المتوقع أن يفوق عدد المترشحين لانتخابات 2014 الذين بلغ عددهم حوالي 60 مترشحا. الإقبال اليوم كما ذكرت كان جيدا، وزادت الوتيرة خلال الساعة الماضية، ونحن على بعد دقائق تفصلنا من نهاية اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في محافظة العاصمة. ويسرني أن تنضم إلي سعادة القاضي فاطمة حبيل رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب هنا في محافظة العاصمة. مساء الخير سعادة القاضي، ونشكركم على هذه الجهود الطيبة وتذليلكم لكافة الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون لتغطية هذا العرس الديمقراطي الكبير. حدثينا عن مراحل وإجراءات التقدم بطلبات الترشح، هناك الكثير من المشاهدين والمترشحين أيضا يتابعون تلفزيون البحرين ويودون أن يعلمون بالإجراءات. نلاحظ هنا في القاعة هناك الكثير من المحطات التي يقف عندها المترشح قبل الخروج من القاعة. شكرا أستاذ عبد الرحمن، بداية أشكر لكم تواجدكم معنا هنا وتغطية الحدث مباشرة. حاليا عندنا احنا مثل ما ذكرت عدة محطات في المركز اللجنة الإشرافية. الهدف من وجود هذه المحطات هو ضمان سلاسة الإجراءات، بحيث أن تكون في مرونة وحركة انسيابية للمترشحين بدون أي تأخير لأي شخص كان. نبدأ هو المحطة الأولى هي في الاستقبال، في أحد الموظفات متوفرة عندنا هنا في المركز تقوم بالتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة من المرشح أوليا، بعد يتم توجيهه إلى قسم اللي هو مدخلي البيانات حيث يتم التحقق مرة أخرى من استيفاء البيانات مسحة ضوئيا، إعداد اللي هو المستند الإلكتروني إلى جانب المستند الورقي الموجود بطلب الترشح، بعدها يتم توجيه مقدم الطلب إلى اللجنة حيث يتم التحقق من صحة المستندات المقدمة من قبله واستيفائها أوليا وتسليمه إيصال يفيد أنه تقدم بالفعل بطلب الترشح. بعد هذه العملية ممكن أنه المترشح، في من الأمور اللي احنا وفرناها في المركز هي إمكانية الدفع في المركز بدلا من يعني خزانة وزارة العدل، وإن كانت اللي هي الخيار الآخر أيضا متوفر ومتاح، إلا أن توفير الصندوق في المركز نفسه سهل الكثيرين. بالنسبة لهذه الأمور الإجراءات الشكلية، إذا في أي شيء ثاني ممكن. نعم سعادة القاضي، يعني إتمام كل هذه الإجراءات هل هو كاف لنطلق على الشخص الذي تقدم بالطلب مترشح بشكل نهائي، أم هو لا يزال مترشح محتمل، وكيف نميز بين هذين أو هاتين التسميتين؟ الواقع لما يتقدم الشخص بطلب الترشح ففي هذه المرحلة هو متقدم بطلب الترشح، يتم
تسليمه، وإنما مثل ما ذكرت إيصال يفيد تسليم المستندات الخاصة بطلب الترشح. هو في هذه المرحلة ما زال مقدم لطلب ترشح، لم يتم حتى الآن تحديد ما إذا كان مقبول كمرشح رسميا من عدمه. مثل ما ذكرت في اليوم السابق، الفترة هذه تمتد من يوم أمس ولغاية تاريخ 21/5 وهو قفل باب الترشح. في خلال هذه الفترة للجنة أن هي تفحص الطلبات المقدمة لتقرير ما إذا تقبل هذا الشخص كمرشح من عدمه. في تاريخ 22 إن شاء الله 10 راح يتم تعليق جدول بأسماء المترشحين، هذه جداول أولية، باعتبار أن توجد 3 أيام للطعون ممتدة من تاريخ 22/10 لغاية تاريخ 24/10. مرحلة اللي هي الطعون هي مرحلة تمتد سواء أمام اللجنة أو بعدها أمام محكمة الاستئناف العليا. فإذا انقضت المواعيد المقررة قانونا ستصدر الكشوف النهائي، وهنا ممكن نحن نسميه مترشح بشكل رسمي. سعادة القاضي فاطمة حبيل رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب هنا في محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك. إذا زميلتي مريم، أكثر من 50 مترشحا حتى اللحظة تقدموا بطلباتهم رسميا كمترشحين محتملين هنا في محافظة العاصمة، ولازلنا على بعد 3 أيام أخرى أيضا من تلقي طلبات الترشح هنا في محافظة العاصمة. سنوافيكم بكافة تفاصيلها على الهواء مباشرة، ومستمرون معكم في التغطية بإذن الله. إليك نعم مريم. نعم، شكرا للزميل عبد الرحمن المدفع. ومن محافظة الشمالية ينضم إلينا من هناك الزميل يحيى العمري. يحيى، بالأمس سجلت المحافظة الشمالية أعلى نسبة في عدد مقدمي الطلبات للترشح لعضوية مجلس النواب، كيف هو الإقبال اليوم هناك؟ نعم مريم، بالفعل هي المحافظة الأكبر لخصوصيتها وخصوصية عدد الكتلة الانتخابية التي بلغ عددها 125,000 ناخب في هذه المحافظة. لا زلت أنا متواجد هنا، غطينا يوم أمس لجمهورنا الكريم كثافة المقبلين على الترشح والذين بلغ عددهم أكثر من 85، ربما 91 ناخب تقدموا بطلبات ترشحهم إلى هذا المقر. اليوم شهدنا إقبالا كبيرا في الساعة الأولى، ربما قل في الساعات الثانية والثالثة. في الساعة والنصف الأخيرة شهدنا إقبالا متزايدا عن الساعات الأولى، ربما هذا يؤشر لكبر الكتلة الانتخابية في هذه المحافظة. في مدرسة مدينة حمد الابتدائية تحديدا تشرف القاضي الدكتور أمل أحمد أبل رئيس اللجنة هنا، اللجنة الإشرافية. حدثينا أكثر عن سلاسة هذه عملية الاستقبال، وكيف استقبلتم الأعداد الكبيرة يوم أمس ومقارنتها بأعداد اليوم، وما هي الإجراءات التي ربما لا يعي المشاهد الكريم حجم الإجراءات والمتابعة التي تقومون عليها في إشرافكم الدقيق في مراحل عمليات المراحل التي نشهدها هنا. كيف تشرفون على هذه العملية، وكيف ترون قراءتكم لأعداد الناخبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر أرحب بكم أخواني الأكفاء من هيئة الإعلام، من الصحفيين الذين يغطون اليوم هذه الأمسية الجميلة من الحياة الدستورية التي تعيشها مملكة البحرين. اليوم نرى ونشهد إقبال جميل من قبل الأخوان المرشحين الذين ينوون ترشيح أنفسهم سواء للمجلس النيابي أو للمجلس البلدي، ومن الجنسين نشهد إقبال للذكور والإناث على حد سواء. طبعا الأعداد تربو على 30 شخص اليوم. نعم لليوم، وكما قلت وتفضلت أن قل العدد يمكن، والتوافد في الفترة المسائية لساعة ونصف تقريبا، لكن لله الحمد في 30 دقيقة الأخيرة الآن نشهد إقبال يعد كثيف نوعا ما. نعم، بالنسبة للمحافظات الأخرى. سعادة القاضي، في الانتخابات السابقة 2014 بلغ عدد المترشحين للمجلس النيابي في هذه المحافظة تحديدا مشاهدينا الكرام 80 مترشحا أو 80 من قبل طلبهم بالترشح.
مقارنة بهذه الأعداد، يعني بالأمس فاق 80 بلغ 91 واليوم 30 أخرى، يعني قرابة 120 مترشح في أول يومين من التسجيل، مقارنة بهذه الأعداد كيف تقرؤون هذا الإقبال المتزايد؟ ما هو سببه؟ قراءتنا لهذا الإقبال الذي نشهده اليوم في اليوم المركز الانتخابي أو المركز الإشرافي أن وعي الشعب البحريني ومستوى الشعب البحريني والإنسان البحريني عالي جدا. هذا ما نلمسه في عملنا عندما نشرف على المركز ونتواجه مع الجمهور ونتحدث مع المواطن البحريني الذي ينوي ترشيح نفسه سواء للمجلس النيابي أو المجلس البلدي. نلمس أنا وزميلي رئيس اللجنة أيضا مدى وعي الإنسان، مدى وعي المواطن ورغبته الشديدة في الدخول في معترك الحياة الدستورية، نعم، والدخول أيضا في المجلس النيابي والمساهمة في المسار التشريعي الذي يشهد نهضة وتطور في البلاد منذ تولي مقام جلالة الملك الله يحفظه الحكم. مشاهدينا الكرام، أيضا ربما لا يعي المشاهد الكريم الإجراءات الدقيقة لعملية تسجيل الناخب أو المترشح منذ دخوله إلى هذه القاعة في مدرسة مدينة حمد الابتدائية للبنات. يمر بعدة إجراءات، منها الحصول على استمارة الترشح وملء البيانات، وأيضا عملية التدقيق والتأكد منها، مرورا إلى رئاسة اللجنة. هذه المشاهد ربما في من خلال المشاهد الكاميرا ربما نستطيع أن نمر عليها. سعادة القاضي، لو تحدث حدثينا أكثر عن طبيعتها وكيف تقومون بمراقبة هذه العملية، تفضلي. نعم، بالنسبة للعملية منذ أن يحضر الشخص ينوي ترشيح نفسه يقدم أوراقه هنا أمام الأخوات الكرام اللواتي يعني يتعبن جدا منذ الساعات الأولى من المساء وحتى هذه الساعة المتأخرة، الله يحفظهم ووفقهم، شابات بحرينيات نفخر بهن. ويحضر الشخص يقدم أوراقه، لابد أن تكون طبعا المستندات وافية وكافية، تمحصها كل موظفة من الأخوات وترى مدى تطابق المتطلبات مع المقدم من الأوراق، وبعدها يتم التمحيص والتدقيق آليا وكذلك إشرافيا بواسطتنا نحن مشرفين اللجنة. ولله الحمد الأمور تمشي بسلاسة ودقة لا متناهية. شكرا جزيلا سعادة القاضية أمل أحمد عبد الله أبي الرئيس اللجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب. تبقى المحافظة الشمالية بخصوصيتها وبهذا الإقبال الكبير وبمشاركة سواعد بحرينية في هذا التنظيم الكبير والذي بالفعل شهدنا أثره على المترشحين الذين أكدوا لنا أثناء خروجهم من هذه القاعة سلاسة التسجيل وعملية التسجيل بكل يسر، وخصوصا تعاونهم أيضا مع المنظمين كما أكد لنا رئيس لجنة الإشراف. مريم، سنوافيكم بالتأكيد بتفاصيل خاصة من هذا الموقع في الأيام الثلاث المقبلة التي من المتوقع بحسب ما أكد لنا المتابعون والمختصون في الشأن السياسي البحريني بأن هذه المحافظة ستلقى إقبالا كبيرا وخصوصا في الأيام السابقة. إليك مريم. نعم مراسلنا يحيى، نشكر جهود جميع العاملين في المراكز الإشرافية في المحافظة الشمالية وفي جميع المحافظات، وشكرا جزيلا لك. أخيرا ننتقل إلى الزميل بسام البدوي المتواجد في المركز الإشرافي بالمحافظة الجنوبية. زميل بسام، المحافظة الشمالية كانت قد سجلت أعلى نسبة للمتقدمين للمجلس النيابي في اليوم الأول. المحافظة الجنوبية سجلت أعلى عدد للمتقدمين لعضوية المجلس البلدي في اليوم الأول. ما هي انطباعاتك في اليوم الثاني وكيف تسير عملية التقديم؟ أخيرا وليس آخرا زميلتي مريم، لازلت متواجد بالطبع في المقر الإشرافي التابع للمحافظة الجنوبية هنا في مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات برئاسة القاضي إبراهيم
الزايد اليوم شهد إقبالا بالحقيقة لا يقارن بيوم الأمس، ولكنه كان لا بأس به أيضا قلبت كفة الترشح للمجلس البلدي على المجلس النيابي، وبالتالي وصل عدد المترشحين للمجلس النيابي أكثر من 40 مترشحا، والمجلس البلدي أكثر من أو ما يقارب 25 مترشحا للمجلس البلدي بالطبع من الذكور والإناث، ولا زال عدد كبير من المترشحين بانتظار وصولهم هنا إلى المقر الإشرافي هنا في المحافظة الجنوبية. وكما تعلمون أن عدد المرشحين المحتملين هنا قد تجاوز 83 كما أعلنت وسائل الإعلام المحلية، بالتالي ينتظر كثيرا، وهذا أمر طبيعي، ينتظر المترشحون دراسة المشهد السياسي أكثر فأكثر، ودراسة فرص فوزهم في دوائرهم الانتخابية، وكذلك أيضا دراسة مدى حظوظهم للوصول. وهناك أيضا تحدث متغيرات عديدة بالنسبة للمترشحين ما يخص الانسحابات، وما يخص أيضا قد يكون هناك نوع من التحالفات، خصوصا أو كما تسميها الصحافة المحلية الدويتو ما بين المجلس البلدي، عضو مجلس بلدي أو عضو مجلس النيابي. استطعنا ولله الحمد أن نجري عدد من اللقاءات للسادة المترشحين للمجلس النيابي لبرنامج خاص في تلفزيون البحرين، وهو برنامج الانتخابي، وعرضوا لنا أبرز ملامح برامجهم الانتخابية، وركز الكثير منهم الحقيقة على المجال أو على المحور الاقتصادي والمالي، حيث يسعون من خلال وصولهم إلى قبة البرلمان إلى تقوية البنية التشريعية لمملكة البحرين، وذلك في المجال الاقتصادي والمالي لزيادة عدد المستثمرين هنا في البحرين، وبالتالي يعود بالنفع على الوطن والمواطن، كذلك الفرص الوظيفية. وناقشوا أيضا موضوع البطالة، وناقشوا أيضا موضوع الصحة والتعليم، والعديد صراحة تطرقوا العديد من المواضيع المتعلقة ببرامجهم الانتخابية. وكما قلت عدد لا بأس به اليوم في المحافظة الجنوبية، وكما ترون لا زالت اللجنة المنظمة تقوم بعمل جبار الحقيقة في استقبال طلبات الترشح، ولا زالت الأعداد هنا موجودة بانتظار أيضا يوم قد واليوم الذي يليه والذي بعده، بالتالي للحصول لنصل إلى النتيجة النهائية أو النسبة النهائية لعدد المترشحين. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة زميلتي مريم، وأعود إليك في الاستوديو. نعم الزميل بسام البدوي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لبقية مراسلين المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، وسنستمر في التواصل معكم لمزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء فترة تلقي طلبات الترشح يوم الأحد المقبل.